أولا اسمحوا لي أن أعبر لكم عن سعادتي بتواجدي معكم في هذا اللقاء لنسميه أكاديميا أو لفتح حوار حول دور الإعلام الرياضي في تطوير المنظومة الرياضية بشكل عام. سعادة صادقة تنبع من قناعتي شخصيا أن نساء ورجال الصحافة لعبوا ويلعبون دورا أساسيا في تطوير المنظومة. اليوم بلادنا في لنبقى في مستوى الرياضة، ولو أنه من الصعب جدا أن نفصل بين التطور والتنمية الرياضية عن مسيرة تنموية شاملة يقولها جلالة الملك حفظه الله منذ أزيد من عقدين وفق تصور واستراتيجية دقيقة للغاية. وبالتالي ففي خضم هذه المسيرة التنموية أعتقد بأنما عرفت الرياضة الوطنية مؤخرا وكرة القدم على الخصوص ما هو إلا بداية لمسار يجب أن نسير فيه بطموح وطموحات لا حدود لها. الكرة المغربية، باش نرجع للميدان الذي يعنيني مباشرة، الكرة المغربية بتصور استراتيجي مبني على الكويت حتى انطلاقته جلالة الملك نصر الله، لا حين دشنا أكاديمية محمد السادس ولا حين تحدث عن خارطة الطريق لوضع الاستراتيجية الاحترافية لتنمية الرياضة، كرة القدم الوطنية مطالبة بتحقيق المزيد من النتائج. الفرق الوطنية لم تبلغ بعد نتائجها المثلى في مختلف الفئات، وهذا الخطاب وهذا هو الدور الأساسي الذي علينا أن نلعبه جميعا. علينا ألا نستعمل منطقا يحد من طموحاتنا ويتحول بعد ذلك إلى شك في قدراتنا. علينا أن نكون بطبيعة الحال واقعيين ولكن بطموح لا حدود له. من حق المغرب، من حق الشباب المغربي أن يفوز وينافس على الفوز بكؤوس العالم في مختلف الفئات وحتى عند الشابات والفتيات. هذا هو الطموح الحقيقي لبلادنا، وهذا هو الترجمة الفعالة لثقافة أو لتغيير ثقافي. علينا أن نحوله من طموح محدود يميل في غالبيته إلى الانهزامية إلى طموح واقعي يتحدى الصعاب ويرفع التحديات ويرفع السقف الطموح بالفوز في مختلف الملتقيات. هذا هو دوركم الأول والأساسي. علينا أن نحول هذه الطموحات إلى ثقافة مزروعة بشكل جذري وقاعدي ويعني نهائي في ثقافة وفي عقل رياضيين في أطفالنا في شبابنا. هذا هو الشباب المغربي الذي بنى المغرب 2024 ويتطلع إلى مزيد من البناءات في وفق تصور كما قلت واستراتيجية وضعها جلالة الملك نصر الله بإحكام.